أحسن الله اليكم يقول الأخ أبو عبد العزيز الشيخ صالح نقوم بتغسيل الجنائز ولا نستطيع الصلاة عليها مع الجماعة في المسجد ونصلي عليها قبل الذهاب بها إلى المسجد. صلوا مع الجماعة لأن هذا أفضل وأحسن للميت كثرة الجماعة عليه أفضل وأحسن له. وأنتم آجر لكم إذا صليتم مع الجماعة أوقفوا التغسيل يعني وقت الصلاة وصلوا مع الجماعة ثم تعودون إلى عملكم نعم أحسن الله إليكم